في هذه المجموعة من الشرائح الجديدة الخاصة بالعلاج الفيزيائي نتعرف على موضوع يختلف كلية عن الموضوعين السابقين، أي عن تاريخ العلاج الفيزيائي وعن أسس العلاج الفيزيائي. لكن قبل أن نستعرض هذا الموضوع أطلب من حضراتكم الدعم والتشجيع والمشاركة في هذه القناة لكي نستمر في تقديم المزيد من الدروس والمعلومات التي نأمل أن تكون مفيدة للجميع، حيث هي الأساس الذي يعتمد عليه العلاج الفيزيائي إن شاء الله. هذا الموضوع الجديد اللي أعطيناه رقم 3 هو موضوع استراتيجية العلاج الفيزيائي. ما معنى هذا الموضوع؟ ما معنى هذا المصطلح؟ ويقول السائل هنا: كيف تضع استراتيجية للعلاج الفيزيائي؟ ما معنى هذا الكلام؟ كيف يكون بالإمكان وضع استراتيجية؟ ما أهمية هذا الموضوع أصلا وهذا المصطلح؟ هذا ما سوف نجيب عنه في هذا اللقاء وفي اللقاءات القادمة الخاصة بهذا الموضوع بالذات، استراتيجية العلاج الفيزيائي كموضوع مهم وأساسي ومدخل لهذا التخصص الذي أخذ يزداد من حيث أهميته باعتباره من التخصصات التي لها علاقة بمختلف المجالات الطبية وبحياة الإنسان اليومية. ما معنى استراتيجية خاصة بالعلاج الفيزيائي؟ كيف تكون؟ هل تختلف عن الخطة؟ هل عندما نضع استراتيجية يكون الأمر يختلف عن وضع خطة للعلاج الفيزيائي؟ في هذه الشريحة وفي هذه الصورة بالذات نلاحظ أن كلمة خطة بلان ليست في استقامة واحدة، يعني يتم تعديل الكلمة بحيث تصبح مستقيمة، وكان الرسم يرمز إلى أن الاستراتيجية من مهامها، من أهم مهامها، أن تصلح الخطة، أن تخلي الخطة ماشية في مسار صحيح. وبالفعل هذا هو مفهوم الاستراتيجية بطريقة مبسطة، يعني وكأنها توضيح للرؤية، يعني هي تصور بعيد المدى لما ينبغي تحقيقه من أهداف علاجية، يعني تصور قابل للتعديل والتغيير، بينما الخطة هي خطوات محددة لتحقيق هدف علاجي مرسوم مسبقا وخلال مدة معينة أي لمدى قصير. فالاستراتيجية كأنها يعني نظارة توضح الأشياء البعيدة، توضح لنا الرؤية، ولذا يكون مفهوم الاستراتيجية هو النظرة الشمولية، هي التصور البعيد المدى، النظرة الشمولية للتعامل مع المريض، كيف نقدر نتعامل مع هذا المريض، ونظرة لاختلاف المرضى فيما بينهم، يعني كل إنسان له خصائص خاصة به، كل مريض له خصائص، لابد أن نضع استراتيجية لكل مريض على حدة، فليس هم سواسية يعني 100% كأسنان المشط، وإنما في اختلافات بيناتهم، اختلافات ليست في العمر وفي الأشياء الخارجية وفي الاسم، وإنما أيضا اختلافات في حدة المرض، في مدى استجابتهم للعلاج، تقبلهم للعلاج. فهذا يحتاج إلى وضع استراتيجية، يعني نظرة شمولية لكيان هذا الإنسان الذي نقوم بعلاجه، نظرة شمولية وتصور بعيد، وليس فقط أن نحن نضع له علاج مرسوم وليكن مثلا علاج مائي مع تمرينات مع علاج حراري وانتهى الأمر، لا، لابد أن تكون هناك استراتيجية يضعها الطبيب الفيزيائي بالتعاون مع المعالج الفيزيائي والفني كذلك، وبوجود المريض
اللي يجب أن يكون عضو في هذه الحلقة، يكون متعاونين مع بعض، هذا أمر مهم. إذن في هذه المجموعة من الشرائح بدأنا في استعراض يعني خصائص ومفهوم كلمة استراتيجية وما دخلها في العلاج الفيزيائي، كيف تكون الاستراتيجية للعلاج الفيزيائي. هذا مدخل تعرفنا عليه، وسنستمر في الأجزاء التالية أيضا في التعرف على هذا الموضوع نظرا لأهميته. الاستراتيجية هي النظرة الشمولية للعلاج اللي خصصناه لمريض معين، وليست هي خطة موضوعة مرسومة محددة، وإنما هي نظرة شاملة لمجموعة الخطط اللي احنا وضعينها في الحسبان بالنسبة لكل مريض على حدة، ليكون العلاج الفيزيائي فعلا فعال.